ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاكم جو من قناة كرش بوي وحبيب قلبي اللي مش زويقها عمي كيرو. ما وحشتنيش يا جو. ولا انت وحشتني. انا مش طايقك يا جو. ولا انا طايقك ولا بحبك. انا هضربك يا جو. وانا كمان هضرب منك. الناس اللي زعلانه من المقدمه غيرنا ظبطينكم. احنا نستمر عليها الفتره اللي جايه. نستمر يا باشا. يعني كل شويه نغير لكم، يعني نقعد نكره بعض انا وهو علشان الناس اللي زيت من المقدمه. اليوم كل سنه طبعا وانتم طيبين وعيد فطر مبارك على كل اخواتي. النهارده احنا اول يوم عيد الفطر. عارفين ان احنا اتاخرنا في الفيديو بتاع النهارده، وانه فيديو الكحك العيد. بصراحه كنا حيرانين هل هنقعد نكرر كل سنه نفس المحلات، فاتاخرنا شويه على بال ما حاولنا نجيب شويه محلات مغموره مع المحلات المشهوره ونشوف مين فيهم اجمد حاجه. ومن اجل هذه اللحظه الصعبه عايزين 20,000 لايك شير فيديو بكل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه اشتركوا في زر التنبيهات عشان يوصل كل جديد كل ما هو جديد. نرجع لكم على طول وهتروحوا اي حته. واول حاجه معانا الدمياطي، وده ما شاء الله عنده 6 فروع. هنبقى نشرح لكم واحنا بنجربه. وهنجيب تاني حاجه اتوال، بسكو مصر، العبد، كريستال، واخيرا يا جماعه لا اللط. اخيرا مين؟ اما اخيرا في واحده ثانيه. لا في تاني، احنا جايبين 7 اماكن. طيب لطيف وسيلي ده اختيار يا جماعه. يخطي. واخيرا عم تسبس اللي كان زحمه ومولد. هنظبط الحاجه دي كلها، ويا رب يا رب نطلع بحاجه مختلفه النهارده ان شاء الله في اول يوم العيد. وكل سنه وانتم طيبين. هنظبط الحاجه ونرجع لكم على طول. طيب اكملني الكحك غلي، فاحنا قررنا نعمله معاملة الأثرياء. الأربع فرد كوانتي دول كلفوا 10 جنيه. 10 جنيه لايكات علشان نرجع العشرة جنيه بعد إذنكم. أول حاجة معانا بقى زي ما انتوا شايفين كده، ده عم بيسكو مصر، والخبزة والنقشة بصراحة شكلها جميل بعيدا عن كمية التكسير ده. ما بصراحة مش فاهم ايه سببه. سعر الكيلو ده أرخص حاجة معانا النهاردة 165 جنيه. وانا وكيرو خمينا هتلوم دي يا جماعه. شكرا للعبد يعني عايز اشكر العبد لانه هيخدمنا طول الفيديو. عمل علبه فيها سكر، فانت تقعد ايه ترش رش رش احنا اللي مليان. ايوه من بتاعه، من سكره، من سكره. طيب اكمن السكر كل واحد. طبعا انتوا فاهمين السكر البودره ده بيبقى سكر عادي مضروب في الخلاط او مطحون عامه، فبيطلع منه البودره. فالسكر كل واحد هنستخدم هذا السكر طول الفيديو. يلا بينا. يلا بينا. هات واحدة مش مكسورة. هات واحدة مش مكسورة. اديها سكر ولا هل هندوق قطمة من غير سكر؟ دي دي دورين ودي الباقي هنا دور. اللي ورا هنا. هو سعر الكيلو عامة بقى ايا كان احنا قلناه. طبعا احنا عملنا المشروب اللي بيعذبني كل سنة، لان انا بشرب النسكافيه من غير سكر. ده نسكافيه جولد بلاك. تسألنيش ازاي جولد بلاك. هو جولد بلاك بالنسبة لنا هيبقى بلاك لان هو دارك ما فيهوش سكر. بص طب اشربه من غير سكر عادي جدا. انا بالنسبه لي هتعذب. يلا بينا يا باشا نخش عم بيسكو مصر. يلا بينا. انا حاسس ان احنا اغنياء قوي الجواتيات دي. ما هو الكحك بقى للاغنياء فقط يا جماعه. يلا بينا. عايز اسمع راي كيرو. طب اقول انا رايي على بال ما كيرو يخلص. ايه السمنه البلدي الجميله اللي ما جاتش دي بجد؟ ما انا تصدق والله العظيم كنت اشتغلك الفيديو ده لان الناس طالبه ان انا اقعد اشتغلك في فيديو. طيب هو عامه في حاجه بتقلش مبدئيا مفيش طعم سمسم. يا نهار اخضر كنت لسه هقول المفروض ان ده سمسم مش موجود. مفيش طعم سمسم، يعني مفيش طعم كحك، مفيش ريحه الكحك. هو حلاوته الحاجه الوحيده ان هو ما بيمسكش في البق قوي، بس هو ما عملش اي حاجه تاني. بيمسكش في البق قوي؟ لا لسه هيجي. لا هيجي قدام هتشوف حاجات هتمسك، بس هتبقى حلوه على الاقل. تمام. طب ككحك لا انا حسيت ان انا اكلت بسكوت، يعني نفس كونسيبت هي البسكوت. هي دي اللي في دماغي، هو بسكوت مش كحك ويمسك البق جامد. ده ايه البدايه الجميله؟ احنا اول مره في القناه هنا نجرب بسكو مصر عامه، حتى ما جربناهوش السنين اللي فاتت. تقييمك اليوم؟ لا هو مفيش كحك. هو سعره قريب جدا جدا، كله قريب من بعضه بصراحه. كل اللي جايبين قريب من بعضه. هو ده ارخصهم بس الدنيا كلها قريبه. لا ما هو مش كحك. ما عجبنيش. لا ادي رقم. صفر. ليه البدايه بالنسبه لسعره؟ فلا بس احنا في حاجات قعدنا ندور عليها واسامي مش معروفه ومتفائلين بيها.
قول لهم انت كيرو بيشجع اتنين جامد قوي وانا بشجع اتنين جامد قوي، لما يجوا هنقول لكم ده تبع مين وده تبع مين. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ونخش على تاني حاجه معانا يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده ده ما شاء الله اتوال، يعني عامل باكجينج بره الصندوق، واول مره اشوفه في حياتي الصراحه. يتدرس يتدرس بجد، هو جميل وكل حاجه، واهم حاجه بقى ان الطعم يبقى حلو. سعر الكيلو كام؟ 170 جنيه. سعر الكيلو 170 جنيه، يعني يعتبر 5 جنيه. طب ايه ده، ايه الحلاوه دي بقى؟ لا ايه ده، هما بيهرجوا انت تفتح كده يعني وبعد كده ده ايه ده، فيها 80 جنيه. هتفتحهم من بعض بقى. A few moments later. وبعد معاناه فتحناها. يا مسهل، هات ابعد ده بقى، ابعد ده خلاص مش محتاجينه. كل واحده فيها كيس سكر صغنن، هم 4 وحدات في العلبه. وسعر الكيلو زي ما احنا قلنا 170 جنيه. اتفضل خد لك واحده يا باشا. اوكي. في ريحه كحك هنا وهندو ونشوف. يلا بينا ندوق اتوال. يلا بينا. كحكاية اصغر من بتاعة بس مصر. ايوة. تسمحولي اسجف له مرة تاني وتالت ورابع، في كل حاجة زبطت انا بالنسبة لي هنا، بس عايز اسمع رأي كيرو وهفصص لكم رأيي. طيب، هو كحك في طعم الكحك او نكهة الكحك كتير وباينة قوي. ناعم حلو، مش ناشف قوي، بيدوب. ما فيش سمسم فيه، ما حسيتش بطعم السمسم خالص. هو يعني عادي مش قوي قوي. بس فحلو مش وحش اوفر اول. وباكجينج عالمي. وسعر كويس جدا بالنسبه يعني الاسعار الخضراء اللي احنا بنشوفها الايام دي. انبسطت، ريحه الكحك موجوده، السمسم اتفق مع كيرو ان هو مش كتير ولكن لا يؤثر بشيء، موجود وبنسبه كويسه. الكحكايه بتدوب، رايح كده على حلاوة وذوبان الغريبة، بس الأصول الكحك موجودة فيه. لا أنا عجبني، بس إحنا لسه معانا حاجات كتير فهنديله إيه؟ هو حتى الآن ده يعتبر الأول. هتديله كام؟ ده هديله 7.5 من 10. أنا هديله 8.5 من 10 علشان حاسس إن اللي هيجي هيتعب معاه. هنشوف، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. ناخد بق نسكافيه مرار علشان نفصل. الله يسامحك يا اخي، انت بتشربه كده طول حياتك ازاي؟ مرار طافح. طيب دلوقتي معانا حاجه من اللي انا مرشح انها ممكن تكسب النهارده، وهو مكان بالنسبه لنا مش معروف خالص. ده اسمه الدمياطي منذ 1950، فروعه بقى في البحر الاعظم ومدينه نصر والسادس من اكتوبر ومدينه نصر والشيخ زايد والبدرشين. هنشوف النهارده الاخ ده معانا ايه، وده اغلى واحد معانا النهارده لسعر الكيلو 204 جنيه. يلا بينا يا عم كوكو. يلا بينا. انا برضو كحكايه حجمها صغير. صغير. وبعد ان وضعنا السكر هيا نتذوق، ده احدى اللي انا بشجعهم. يلا بينا. هو السمسم كتير ولكن ريحه الكحك مش موجوده، مفيش طعم كحك خالص. هو اكتر حاجه حاسس بيها السمسم. لماذا يا دمياطي؟ لماذا يا اخي؟ اتوال اتوال يعلي عليك يا بتاع 1950. ما عجبنيش خالص. السمسم حلو جدا، ريحه كحك مش موجوده، سمنه بلدي مش موجوده، حتى الان ما فيش حاجه جت فيها سمنه بلدي قويه. احنا لسه بنستكشف مع بعض. ده نجح في السمسم ولكنه لم ينجح في طعم السمنه البلدي ولا ريحه الكحك. القوام بتاعه حلو بس برضه بسكوتي سنه، بس مش مضايقني، القوام بتاعه عاجبني. مش قوام كحك؟ لا لا مش كحك، بسكوتي. وده اغلى واحد النهارده. اضرب يا نهار اخضر. الجو يضرب ولا يبالي، رغم ان ده انا اللي مختاره، بس الصفر عدل ربنا. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ونخش بقى يا جماعه اللي بعد كده، وده ترشيحي وده لطيف وسيلي، وسعر الكيلو منه 190 جنيه. لطيف وسيلي الصراحه اشهر من نار على العالم. مخبز بيعمل العيش الفينو والدنش والكروسون والحاجات دي، فهو قديم جدا جدا الصراحه. انا مش عارف في سنه كام، بس هو يعني من اقدم المخابز اللي في مصر. لما نشوف بعد كل الاعلان اللي انت بتقوله ده، لو ما عجبناش هنفخ. انا اللي رشحته الصراحه. لما نشوف ده السكر بتاعه منه فيه. يلا بينا يا باشا. هناخد الكحكة. ده سعر الكيلو كام؟ انا قلت 190. 190؟ يلا جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. ما فيهوش سمسم خالص. بس طعم الكحكة حلو. طعم السمنة البلدي أول مرة أحسه هنا. ولكن
الموضوع بيمسك في البق، بيلزق جامد، وده اول واحد يجي بيمسك في البق كده. بس ايه رايك في طعم الكحك بامانه؟ بص هو مش بطال، بس يعني من وسيلي انا كنت مستني انه اكتر من كده. انا برضه كنت مستني اكتر من كده بصراحه، بس كان طعم الكحك برضه جميل، يمشي حاله ولكنه ليس الاقوى يعني طبعا. يعني مش عارف ادوال لغايه دلوقتي ازاي حاطط على الناس كلها. ايه ده؟ هيبان هيبان. هتديله كام؟ هديله 7.5 من 10. لا انا ده هيبقى معايا في المتوسط، مش حلو ومش وحش، 5 من 10. ويلا بينا نشوف اللي بعد كده، ويلا ناخد بوج مرار تاني. قبل انت مبسوط؟ انا قربت اخلص. حرام عليك يا لهوي. جامده يا جماعه. حرام عليك يا اخي، حرام جمد. عليك يا اخي. هو الجو تقريبا بياخد رشفه. ده انا رشفه، ده انا رشفه وطعم مرار طافح. طيب دلوقتي مع تاني فرصه ليا وانا اللي مختارها برضو، وانه فرن ومخبوزات كريستال، وانتوا شخصيا طلبتوا مني ان انا اجرب كريستال. ده سعر الكيلو 195 ولا 200؟ 200 جنيه. جاي برضو السكر منه فيه. يلا بينا نتذوق يا عم كوكب. يلا بينا. انا كده لو ده كمان مش حلو يبقى انا طلعت خالص. أيوة. انا اوت. يلا بينا ندوب. يلا بينا. بيقول بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ماذا بيقول؟ ايه؟ مفيش طعم كحك خالص، والسكر اللي على الوش ده فيه طعم فانيليا، زي فانيليا كده او ريحه الكحك. لا لا انا حتى الان لا انا مستمتع. مفيش طعم كحك خالص. لا مفيش طعم كحك، مفيش سمسم ولا كحك. لا ريحة الكحك موجودة فيه، ولكن حاسس بحاجة زيادة عن ريحة الكحك. حاسس انه الفانيليا كتيرة كده مغطية سنة، وهي ما هي من مكونات ريحة الكحك اكيد. انبسطت بيه بس حاسه سكر زيادة سنة. الخبزة جميلة، السمنة البلدي موجودة وليس بالكسرة ولكن موجودة هنا، بس حاسه مسكر سنة، حاسه مسكر سنة، ولكن انا مبسوط منه. مش جامد يعني، حتى الان اتول ما اعرفش، حاسه في حته لوحده خالص. ده رايي انا، ولكن ليس هو الفائز خالص يعني. كوكو لا ما عجبنيش خالص. ما حسيتش بطعم الكحك فيه ولا السمسم. السمسم اه السمسم ما حسيتش بيه، ومسكر جامد. ما عجبنيش. هتديله كام؟ قول يا بابا. هو بتاع خالتي 0. انا انبسطت منه ولكنه ليس الافضل معنا اليوم. 5 من 10 لعم كريستال. ولا هيعملها ولا ايه؟ انا بصراحه يعني الشهاده لله، انا كنت متخيل ان اتوال هيبقى من اضعف الحاجات. فبرافو اتوال بجد، انك يعني باكجينج، سعر، طعم، نظافه، كواليتي، سعر، ريحه، ايه توفير. احنا بعمل اعلان، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم ونخش على بعد كده يا جماعه. وده تاني حاجه في ترشيحاتي، وده العبد وسعر الكيلو منه 170 جنيه. يا مسهل، هيدينا السكر يا باشا. اسحب واحد، اسحب واحد. ما شاء الله الحبايه كده ايه مبعجره في نفسها. قوي. بلاش نقعد ننفخ فيه. العبد الذي نشكره على هذه العلبه اللي بنستخدمها على مدار الفيديو. هيا بنا نتذوق العبد. سد الحنك ده للاسف، سد الحنك. يعني بيلزق في البق جامد. اكتر واحد، اكتر واحد بيلزق في البق. السمنه البلدي ضعيفه جدا. السمسم بالنسبه لي شبه ما جاش. كيرو بيقول لي في سمسم، انا ما حسيتش بالسمسم ده خالص. طعم الكحك مش موجود. عجين ريحه الكحك مش موجوده. ما لا مش ده اللي انا متوقعه من العبد. ده كان رقم 2 معانا السنه اللي فاتت يا جماعه، فدي يعني صدمه غريبه. وإدوال ما كانش في الاوائل السنه اللي فاتت ولا جبناهوش خالص السنه اللي فاتت. اساسا ما جبناش إدوال السنه اللي فاتت. ما جبناهوش الاخضر. في اخر الفيديو ده هسيب لكم مقارنه الكحك السنه اللي فاتت، تتفرجوا عليها برضو علشان تشوفوا الدنيا فرقت ايه من السنه اللي فاتت. السنه دي يعني المقارنه ضعيفه. المقارنه ضعيفه، السنه اللي فاتت كانت شديده. مش عارف، هنجيب اللي بعد كده. هتديله كام ده؟ هديله في سنانه والله. ياخد معايا مثلا 2 من 10. اتفق مع كيرو في 2 من 10. وحتى الان اتوال راكب، اتوال والله العظيم اللي انا كنت متخيله ان هو ما هيضيع. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. يلا ناخد بق مرار ده عقاب.
خد بقى خد ما دي خلاص مش دي اخر حاجه. خد مزيكا. يا باشا مزيكا هو بالنسبه له كده وفي منتهى السعاده ان انا جبت الكوبايه بتاعتي. اكيد طبعا. طيب اخر حاجه معانا اللي هي اللي انا بحبها منذ صغري وكنت مرشحها انها تكسب السنه اللي فاتت بس للاسف ما كسبتش، وانه تسيبس. يمكن يعملها السنه دي يا رب. اتمنى. شكل الكحك حلو ولذيذ وسعر الكيلو 195. نتمنى ان ينصرني السنه دي رغم ان انا مش مختاره من الفائزين ولكن اتمنى انه ينصرني. يلا بينا ندوق عم تسيبس، لان لو تسيبس ما سيطرش ولا هيكتسح باكجينج وطعم وسعر، ده هيبقى حط على كل الناس في كل حاجه. يلا بينا نشوف. يلا بينا. هو في مواد هنا ده ريحه الكحك، اكتر واحد فيه ريحه كحك. ده هو داب. هو داب. يا ريتني كنت اخترتك السنه دي، يا ريتني كنت معاهم. انا بالنسبه لي احنا هنعمل في الاخر بس حاجه، بس سيب نكمل مع كيرو ونشوف كيرو رايه ايه. انا بالنسبه لي السنه دي تسيبس عالمي، عامل المعادله الصعبه. سمنه سمسم ممكن نقول قليل، سيكه بسيطه ولكن فيه. حلو ولكن حلو. ده بالنسبه لنا. ريحه الكحك جميله، العجنه والخبزه جميله بتدوب في بقك مع ريحه الكحك مع السمنه البلدي اللي جايه من بعيد شويه. اي نعم مش قريبه بس متوسط او فوق المتوسط في كل حاجه، فعمل لي المعادله اللي انا عايزها. عم كوكو. طيب انا بالنسبه لي الخبزه والتسويه بتاعته جميله. السمسم مفيش خالص. ريحه الكحك قلب معايا على ماء ورد بزياده، بيدوب في البق اهو كل حاجه بس مفيش سمسم. والماء الورد اللي فيه ده او طعم ماء الورد اللي قلب معاه ده بصراحه مضايقني جدا. طيب انا بالنسبه لي الاثنين في اتنين في التوب، عم تسيبس واتوال. انت بالنسبه لك ايه افضل حاجتين؟ انا كده اتوال بس لغايه دلوقتي. لا ما هو اتوال. ما هنعمل ايه؟ هنعمل ايه من غير ما لا تتسرع يا اخي. ماشي هنجيب واحده من ده واحدة من ده. ماشي. ونعمل التقييم النهائي. وحتى الان كيرو مع اتوال وانا الاثنين معايا حلوين، وكل اللي فات للاسف بلح. هنجيب الاثنين ونرجع نعمل التقييم النهائي. والان مع التقييم النهائي، ومحدش فينا اساسا كان مختار الاثنين دول السنه دي، يعني اللي هيكسب احنا كده انا وكيرو خسرنا السنه دي. يمين اتوال شمال تسيب بس. اوكي نبتدي مين؟ اتوال. يلا بينا يا اخي. عايزك تركز وبما يرضي الله عشان ده قدام ربنا. احنا كلنا اتوال دلوقتي، والطعم هكررها تاني وانا اكيد قلتها ان هو رايح ناحيه الغريبه. انا قلت الجمله دي في الاول اكيد لان نفس الاحساس جالي تاني. هاخد بق بس ايه نفصل. نفصل جميل وكل حاجه ولكن حاسس انه رايح ناحيه الغريبه. اتفضل. عايز تفصل؟ لا. يلا بينا. يلا بينا دلوقتي على عمك تسبس. اوكي تقييم النهائي سيبس يكسب. اتوال. وبعد خلافات كثيرة ومحبة كثيرة انا والاستاذ كوكو اختلفنا. انا بعد ما دقت الاثنين. والاختلاف لا يفسد الود. لا 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 لا. وبعدين احنا بنكره بعض زي ما قلنا في اول الفيديو بتاع، علشان ايه نبقى غيرنا المقدمة بتاعتنا. لا انا شايف تسيبس السنة دي. يا ريتني كنت اخترته وقلت انا بدعم تسيبس السنة دي، لان انا بالنسبة لي للاسف تسيبس لا ظبط اتوال. بس اتوال جامد جدا، باكجينج سعر طعم حلو قوي، بس هو تسيبس اعلى في الخبزه في ريحه الكحك. الاثنين ممكن اقول في المضغه بتاعتهم او في دوبانهم الاثنين واحد بالنسبه لي، ولكن ككحك كحك والسمن البلدي وريحه الكحك والكلام ده كله تسيبس اقوى من اتوال. اتوال كان رايح سن ناحيه الغريبه، ده كان رايي انا الشخصي، ويجي بعد تسيبس رقم اتنين طبعا اتوال دون منازع. كوكو. طيب انا بالنسبه لي عكس جو، رقم واحد هيبقى اتوال، رقم اتنين تسيبس، لان انا شايف تسيبس في ماء ورد او حاجه كده يعني وتقيله جدا ومفيش سمسم فيه خالص، فيعني معايا رقم اتنين. طيب يا رب تكونوا استفدتوا، واسفين تاني ان احنا اتاخرنا عليكم في الفيديو ده، بس علشان كنا بنحاول نجيب ناس مختلفه بره المجال، بس في الاخر برضو التوال طلعوا هم اللي اساميهم مشهوره في المجال. كان نفسي الفيديو يطلع بشكل تاني غير كده ولكنه نتمنى. طلع اعتيادي. وعيد سعيد عليكم كلكم اخواتي في الله. مش عايد عليك عشان انا ما بحبكش ولا انت بتحبني.
بس. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 20,000 لايك وشير الفيديو في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كرش بوي.